كورسك تبعتها اكتر من احدثها، بعد الكلام عن حجم التوغل الاوكراني في كورسك وحجم الخسائر الروسية، وبعد الكلام عن الرد الروسي وإيقاف التوغل والسيطرة على الوضع، بدأت الأيام الأخيرة حرب موازية من الفيديوهات اللي بتبرر رواية كل جانب. والترند في الساعات الأخيرة هو إيه؟ هو فيديوهات كتير لقطع حربية أوكرانية مدمرة وجثث لجنود أوكران، والفيديوهات منسوبة لمنطقة كورسك كنوع من الدعاية اللي بتعزز الرواية الروسية، وإن روسيا نجحت بالفعل في إيقاف التوغل الأوكراني وردت على النيتو وأوكرانيا رد قوي.